السلام عليكم، معكم نور الدين من شبكة تعليم التفاعلية. سأشرح لكم في هذه الجلسة مقدمة في تصميم مبرمجات الويب. سوف أضعكم على بداية الطريق في مجال تعلم تصميم مبرمجات الويب. أفكار الجلسة: في البداية سوف أشرح آلية عمل موقع الويب ومما يتكون موقع الويب. بعد ذلك سندخل في لمحة عن تصميم الويب، ولمحة عن برمجة الويب، وما هي الأدوات التي تمكنك، وما هي الأدوات التي تسهل عليك عملية تصميم البرمجة، ومن أين تبدأ، وبعض المصادر. ما هي آلية عمل موقع الويب؟ موقع الويب يعتمد على مبدأ عمل نموذج عميل ومخدم، بمعنى أن الملفات ومستندات ومواقع الويب تكون موجودة على جهاز المخدم، ويقوم العميل بطلبها والمخدم يقوم بإرسال جواب لهذا الطلب. فلدينا المستخدم، وهو الشخص الذي يقوم بإدخال البيانات عبر جهاز يسمى جهاز العميل، ولدينا في الطرف الآخر جهاز المخدم، وهو عبارة عن جهاز حاسوب متقدم وذو مواصفات عالية، ولدينا قاعدة البيانات. قاعدة البيانات هي عبارة عن مجموعة من الأقراص التي تخزن بيانات متعلقة بالموقع. هنا لدينا جانب العميل وهنا جانب المخدم. آلية العمل كالتالي: في البداية يقوم المستخدم بإدخال الصفحة عبر المتصفح، يكتب عنوان الموقع الذي يريد عرض صفحاته. يقوم العميل بطلب هذه الصفحة بإرسال الطلب إلى جهاز المخدم. جهاز المخدم يقوم بقراءة هذا العنوان الذي تم طلبه، ويحدد الصفحة التي يرغب المستخدم بعرضها. يقوم بترجمة محتويات هذه الصفحة ومعرفة فيما إذا كانت تتطلب مثلا عمليات دخول إلى قاعدة البيانات أو إجراء استعلامات من قاعدة البيانات، فيقوم بإجراء هذه الاستعلامات ويأخذ النتيجة ويكون مستند الويب من خلال هذه البيانات ويقوم بإرساله إلى العميل. يقوم جهاز العميل بقراءة هذا المستند. هذا المستند عبارة عن مستند نصي، ويحتوي على روابط لمستندات أخرى أو ملفات أخرى تتعلق بهذا المستند، ويجب عرضها ضمن الصفحة نفسها. فيقوم العميل بقراءة هذا المستند ومعرفة الملفات التي يجب إحضارها، ويقوم بطلبها من المخدم ويرسلها له ويعرض الصفحة للمستخدم. سنأخذ مثال سريع على هذه العملية. لنفترض مثلا أنك تقوم بإجراء عملية بحث في جوجل، فمن خلال صفحة جوجل قمت بإدخال عملية البحث. سوف يقوم المتصفح في جهازك بإرسال طلب البحث إلى المخدم. سوف يقوم المخدم بإجراء عملية البحث من خلال الاتصال مع قاعدة البيانات. يجمع لك نتائج البحث ضمن صفحة. هذه الصفحة قام بتصميمها مسبقا مصمم في شركة جوجل، قام بتصميم طريقة العرض التي سوف تظهر لك. ومن خلال دمج البيانات التي أحضرها من قاعة البيانات مع هذا التصميم الذي قام المصمم بتصميمه، يكون مستند الويب، وهو عبارة عن مستند مكتوب بلغة HTML و CSS، بالإضافة إلى بعض التعليمات البرمجية بلغة JavaScript، ويقوم بإرساله إلى العميل. في حال كنت مثلا تقوم بالبحث عن صور في جوجل، فيقوم المخدم بإرسال صفحة HTML في البداية. هذه الصفحة تحتوي على روابط الصور التي سوف تقوم بتحميلها لاحقا. فيقوم المتصفح بعرض الصفحة أولا، ومن ثم يطلب الصور الواحدة تلو الأخرى من المخدم، ويقوم المخدم بإرسالها ويعرضها المتصفح مباشرة. الآن كيف أقوم ببناء موقع الويب؟ مما يتكون موقع الويب؟ موقع الويب مكون بشكل أساسي من نواة برمجية وواجهة. فهناك النواة التي تقوم بالعمليات والوظائف التي يقوم بها الموقع، وهناك الواجهة التي تظهر للمستخدم. موقع الويب يعتمد في عمله على جزئين منفصلين: هناك الجزء المرتبط بالسيرفر أو المخدم، وهناك الجزء المرتبط بالعميل. في الجزء المرتبط بالعميل هو كل ما يتعلق بالواجهات، وهي صفحات مكتوبة بلغة التوصيف HTML، وهي توصف العناصر الموجودة في الصفحة. هذه الصفحات يقوم بكتابتها المصمم وتفهم لدى المتصفح. في الجانب الآخر لدينا
أكواد برمجية مكتوبة بلغات برمجة، وهي تكون الوظائف والعمليات التي يقوم بها الموقع، في عمليات البحث، عمليات تسجيل الدخول وتسجيل الخروج، عمليات الاتصال بقواعد البيانات. هذه العمليات يقوم بكتابتها المبرمج ويقوم بفهمها المخدم. طيب، سوف نبدأ بعملية تصميم الويب. كيف أصمم موقع ويب وما هي الأدوات التي سوف أحتاجها؟ هناك 3 خطوات أو 3 مراحل لتصميم موقع الويب. في البداية تقوم بإجراء التصميم الأولي، وهو عبارة عن سكتش بسيط على ورق مثلا أو باستخدام أدوات بسيطة توضح مكونات الموقع الأساسية. عادة نقوم بإجراء بروتوتايب عادة نقوم بإجراء تصميم بروتوتايب تصميم سريع من أجل أن نتأكد من أننا قد فهمنا متطلبات المستخدم، فنقوم برسم مكونات الموقع كما طلبها المستخدم ونعرضها عليه كي نبدأ مباشرة بالمرحلة التالية، وهي تصميم الموقع باستخدام برامج التصميم. تصميم واجهات الموقع، وهي تصاميم تحوي تفاصيل الموقع كيف سيظهر بشكله النهائي، وهي عبارة عن صور فقط تقوم بعرضها على الزبون وإجراء التعديلات التي يراها أو التعديلات التي يحتاجها. في النهاية، بعد أن يوافق الزبون على العرض الذي يرغبه، تقوم بتحويل هذا العرض إلى كود مكتوب بلغة HTML أو CSS. لغة HTML و CSS وربما jQuery، سوف نتحدث لاحقا عن هذه التفاصيل. سوف نبدأ في هذه المراحل مرحلة مرحلة. في البداية سوف تقوم بإجراء النموذج الأولي، وهو عبارة عن رسم سريع لمكونات الموقع. بعد أن أخذت متطلبات الموقع من الزبون، سوف تقوم بإجراء هذا الرسم الأولي والذي لا يحوي أي تفاصيل فنية، ألوان أو خطوط أو تنسيق، وإنما هو مجرد رسم سريع لمكونات الموقع. بعد أن تقوم برسم هذا النموذج، تعرضه على الزبون وتعدله حسب متطلباته. يمكنك إجراء هذا النموذج على ورق أو باستخدام أي برامج بسيطة، المهم أن ترسمه بشكل سريع، لا تحتاج أن تهدر عليه وقتا كثيرا، وتعدله بسهولة حسب الطلب. فمثلا لدينا هنا هذا نموذج أولي لموقع، لاحظ هو بسيط طبعا، هذا تخطيط لشكل المتصفح، وهذه طريقة عرض مثلا الصفحة الرئيسية. لدينا هنا قائمة إبحار في الموقع، ربما هنا شعار الموقع، وهذه المكونات الرئيسية. فإذا لاحظ البروتوتايب يظهر فقط المكونات الأساسية في الموقع وكيف سوف يتعامل معها المستخدم بشكل بسيط جدا. لدينا هنا بروتوتايب لموقع آخر، نلاحظ هنا مثلا وجود قائمة أو قائمة بصفحات الموقع، الشعار، بحث مثلا، صورة رئيسية ربما وتحتها كلام. فإذا هو عبارة عن تخطيط فقط بسيط باستخدام أدوات بسيطة. وهنا أيضا نموذج آخر، لاحظ كيف أن الرسم بسيط ويمكنك رسمه بسرعة، والمهم فقط أن توضح ما هي المكونات التي سوف تظهر للمستخدم وكل ذلك بشكل بسيط. من الأدوات التي تسهل عليك عملية الرسم إذا لم ترغب باستخدام الورق وأردت مثلا، أريد أن أوضح للزبون كيف أنك إذا ضغطت مثلا على هذا العنصر كيف تنتقل إلى صفحة أخرى. هذه الأداة توفر لك بعض الأدوات التي تسهل من العرض أو تفهم الزبون أكثر معنى هذا البروتوتايب. هناك أداة اسمها mockups.com. لدينا هنا على سبيل المثال هذا البروتوتايب لأحد المواقع. يظهر لدينا هنا القائمة الرئيسية للموقع، فيها صفحات الموقع، وهنا بعض الأزرار الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع. فإذا ما ضغطنا هنا مثلا فينتقل للصفحة التالية، وهكذا ننتقل بين الصفحات. نلاحظ هذا تخطيط بسيط جدا للموقع، يوضح مكونات الموقع بغض النظر عن تفاصيل التصميم. بعد أن أنهيت عملية تصميم النموذج الأولي، تنتقل إلى مرحلة تصميم واجهات الموقع باستخدام برامج التصميم. سوف تحول هذا النموذج الأولي
نفس المكونات التي قمت برسمها في النموذج الأولي، ومواضع المكونات، موضع اللوجو، وموضع القوائم وإلى آخره. سوف تقوم بتحويل هذا النموذج إلى نموذج مفهوم أكثر، وهو تصميم رسومي باستخدام برامج التصميم. الآن سوف تقوم بإظهار جميع التفاصيل التي سوف تكون موجودة في الموقع بعد إطلاقه. إذا أنت سوف تخيل أنك قد قمت بإنجاز الموقع كله، وثم قمت بعمل تصوير لهذا الموقع. فكما سيظهر الموقع، سوف تقوم بعمل تصميم مشابه تماما أو مطابق كيف سيظهر الموقع في النهاية. إذا الآن سوف يقوم الزبون بفهم أو معرفة الشكل النهائي لموقعه، كيف سوف يظهر في النهاية. لو كان الموقع يتكون من أكثر من واجهة، سوف تقوم بعمل تصميم لكل واجهة من واجهات الموقع. طيب، لدينا هنا مثلا موقع. لاحظ أن هذه الصورة توضح لك شكل الموقع كيف سوف يظهر في النهاية. لاحظ الموقع واضح بكل تفاصيله. لدينا هنا اللوجو، سوف تضع اللوجو كما هو، كما يعطيك إياه الزبون. لديك هنا القائمة وكل التفاصيل، والخط تنسيقه وحجم الخط وجميع الألوان وكل التفاصيل الموجودة في الموقع. وأيضا تقوم بتصميم جميع الصفحات أو جميع الواجهات التي سوف تظهر لمتصفحي الموقع. فتقوم بتصميم الموقع كما سيظهر شكله النهائي بالضبط. بعد أن تقوم بتنفيذ هذا التصميم، تعرضه على المستخدم وتقوم بإجراء التعديلات التي يطلبها. الآن ستبدأ بمرحلة أخيرة. هذه المرحلة هي تحويل هذا التصميم من مجرد صورة إلى كود بلغة HTML. إن الكود المكتوب في صفحة الويب يتكون من أجزاء أساسية. فلدينا في البداية كود HTML، وهو الكود الذي يوصف صفحة الويب، بمعنى أن هذه الصفحة لدينا فيها، في الأعلى لدينا ترويسة، ربما لدينا شعار، لدينا تحتها مثلا صورة ونص، ولدينا عمود جانبي وفوتر في النهاية. تمام، فكود HTML يقوم بتوصيف المكونات الأساسية لهذه الصفحة، وأيضا يحتوي بعض البيانات المتعلقة بصفحة الويب. لدينا عنوان هذه الصفحة، يعني اسمها مثلا موقع كذا، فهذا يكون موجود في كود الـ HTML نفسه، وأية معلومات أخرى وأية ملفات أخرى مرتبطة بهذه الصفحة، فأيضا تكون موجودة في كود الـ HTML. أيضا هناك كود الـ Style CSS. CSS هي عبارة عن لغة تصف شكل ومواصفات مكونات العناصر في HTML. مثلا لدينا في HTML، نقول أن لدينا في بداية الموقع ترويسة. طيب، هذه الترويسة كم أبعادها، ارتفاعها، لون الخلفية، وأي تفاصيل أخرى، حجم النص المكتوب فيها، وأي تفاصيل متعلقة بكل عنصر من العناصر في صفحة الويب. نقوم بكتابة هذه التفاصيل المتعلقة بشكل أو ستايل الصفحة، نقوم بكتابتها باستخدام لغة CSS، وغالبا تكون بملفات منفصلة عن الملفات المكتوبة بلغة HTML. هناك نوع ثالث من الأكواد التي قد يقوم بكتابتها مصمم الويب، وهي أكواد مكتوبة بلغة جافا سكريبت. هذه الأكواد توفر عمليات تتعلق بالتصميم، عمليات قد تكون برمجية، أو عمليات وهناك الكثير تفاعلية، من عمليات التأثيرات توفر التي يمكننا تفاعلية في إضافتها التصميم، باستخدام مكتبات جافا تكون سكريبت. مكتوبة بلغة جافا سكريبت، أو باستخدام مكتبات أخرى مكتوبة بلغة جافا سكريبت. لدينا مثلا في جيكويري يمكنك إجراء بعض التأثيرات الإضافية إلى الموقع. لنقل مثلا أننا نريد أن نظهر مجموعة من الصور في ترويسة الصفحة، بحيث تتبدل هذه الصور فيما بينها. يمكننا إجراء هذه العملية باستخدام جيكويري.